أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. أصلي إلى الله من كل قلبي أنك تتبارك من خلال فقرات وأجزاء هذه الحلقة. رح يكون موضوعنا كتير كتير مهم، بنفس السلسلة اللي ابتدينا فيها عن موضوع الصلب أو صليب المسيح، واليوم رح نتكلم عن دقة النبوات بالتحديد اللي بتتعلق في صلب المسيح. العهد القديم يؤكد نبوات اللي بتتكلم عن صلب يسوع المسيح. فالصليب هو ليس فبركة مسيحية ولا من صنع المسيحيين، لكن الصليب والخلاص والفداء كان بفكر الله الأزلي الأبدي. اسمع ما يقول الكتاب المقدس: لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. لاحظ الكلام، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، قبل خلق الإنسان، قبل خلق آدم وحواء، قبل عصيان آدم وحواء. الله دبر خطة الخلاص وخطة الفداء، وابتدى الوعد المسياني من الإصحاح الثالث آية 15 من سفر التكوين، أنه سيأتي من نسل المرأة الرب يسوع المسيح الذي سيسحق رأس الحية الشيطان. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة، لأن الكتاب المقدس بعهديه بيتكلم عن صلب المسيح، بيتكلم بالرموز، بالذبائح، وأيضا بالنبوات التي لا حصر لها في العهد القديم على مر عصور وأزمنة كثيرة تنبأت عن مجيء المسيح، وبالتحديد تنبأت عن صلب يسوع المسيح. إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار، أنا بدعوك لتشاهد هذه الحلقة، ورح نفتح الخطوط بعد تلت ساعة بنعمة الرب حتى نتكلم مع بعض، وإذا عندك أي مداخلة. أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا، سأعود بعد قليل. أهلا أعزائي المشاهدين مرة أخرى، أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور، وحديثنا عن دقة النبوات في العهد القديم اللي تتعلق في قضية صلب ربنا يسوع المسيح. يسرنا أن أستضيف مرة أخرى إلى برنامج ليكن نور القس ثابت مجلي. أهلا وسهلا قسيس ثابت. أهلا وسهلا قسيس نزار، أنا بصلي ربنا يباركك في كل خدماتك وفي الموضوعات الرائعة اللي حضرتك بتختارها. بصلي أن يكون موضوع الصليب ونبوات الصليب تكون بتلمس قلب كل مشاهد، لأن مركز المسيحية الصليب، لأن من خلال الصليب نلنا الفداء بدم يسوع المسيح بموته على الصليب نيابة عن الجنس البشري، وبقيامته من الأموات أصبح لنا انتصار على الخطية. أنت عارف قسيس، لا يخفى عليك أنه كتير مرات بتوصلنا أسئلة من المشاهدين، أو حتى لما بسافر من خلال التجوال دائما أسأل في قضية صلب يسوع المسيح. وطبعا هذا ما يذهلني، يعني أنه موضوع لا يحتاج إلى تأويل أو تفسير، لأن الكتاب المقدس واضح في كل صفحاته، سواء في العهد القديم. إحنا في حلقات أخرى تكلمنا في العهد الجديد إنه يوحنا المعمدان تنبأ وقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع
خطية العالم. ويسوع كلم التلاميذ مرارا وتكرارا عن الغرض من مجيئه إلى أرضنا، أنه سيذهب إلى أورشليم ويسلم إلى رؤساء الكهنة، وأنه سيصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. حتى كان في شكوك عند بعض التلاميذ مثل بطرس، انتهره يسوع حتى يوضح له فكرة الصلب. وهكذا الرسول بولس بيتكلم بإسهاب عن فكرة الصلب وأهمية الصلب ولماذا الصلب في العهد الجديد. لكن اليوم أنا عاوز نأخذ من زاوية أخرى الصلب في العهد القديم. هل الفكرة واضحة في العهد القديم عن موضوع صلب يسوع المسيح؟ بكل تأكيد قسيس سيزار من البداية خالص، ويمكن احنا كنا بنتكلم مع بعض في اكتر من مرة قبل كده، وبنتكلم ان الله، لانه الله كلي العلم وكلي القدرة، لا يفاجئ زينا. يعني مثلا ما بيجيش حاجة عنده وبعد كده بيتخذ قرار رد فعل، وده الفرق بين الله في المسيحية والله في اي ديانة اخرى. عليها كتيرة بتكون رد فعل او ما عندهاش فعل ولا رد فعل ولا فعل، لكن الله الحقيقي هو عارف وكاشف كل الأمور. فمن البداية الله عنده الخطة الأزلية للفداء، الخطة الأزلية للفداء، لأنه الله عارف الإنسان اللي هو صنعه بإيده، وعارف ضعف الإنسان. والإنسان لما سقط في الخطية كان أول وعد في الكتاب المقدس هو وعد بالصليب، اللي هو تكوين 3 لما بيتكلم عن نسل المرأة يسحق رأس الحية. وهي النبوة طبعا تمت في صلب يسوع المسيح. بالضبط، تمت النبوة في صلب يسوع المسيح. ولكن بنشوف العهد القديم بدأ يعد الشعب، هنا بدأ يعد الشعب لفكر الفداء. الشعب ما يقدرش يفهم فكر الفداء مرة واحدة، فبدأ يعد الشعب لفكر الفداء، بداية من إن الله بحث عن الإنسان لما آدم اختفى، وبحث عن الإنسان وقال له آدم أين أنت. لأنه عملية الفداء أن الله يأتي ويلتقي به ويرفع عن الخطية. وزي ما حضرتك ذكرت في البداية أن يوحنا المعمدان قال لتلاميذه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، مشيرا إلى المسيح. فهنا بنشوف أن الله بدأ يعد الشعب لعملية الفداء من خلال حتى فكرة كساء آدم وحواء لما عمل لهم أقمصة من جلد، لما ابتدى يتكلم عن الذبائح. الذبائح لم تكن ثمن للخطية بأي حال من الأحوال، لكن الذبائح كانت بتشير إلى عملية تطهير من الخطية واعتراف الإنسان أنه أخطأ، وكان بيحط إيده على رأس الذبيحة عشان يعترف ويقر بذنبه. وهنا بنشوف القانون الإلهي بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، على أساس أنه الذبح العظيم رح يكون في يوم من الأيام. أنه هاي الذبائح كانت بالإيمان طبعا، كان لازم تكفر عن خطايا الإنسان بسفك الدم، لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا. فكانت تشير إلى ذبيحة المسيح الكامل النهائي، اللي هو حمل الله اللي هيرفع خطية العالم، اللي هو اكتملت نوعا ما في سفر الخروج، وخاصة خروج 12 لما بيتكلم عن الفصح، خروف الفصح. خروف الفصح، والرسول بولس فسر ده واتكلم عن ان المسيح هو فصحنا. فهنا ربط هنا بين، مش بس الرسول بولس اللي ربط بين الفصح وبين المسيح اللي هو حمل الله، لكن بنشوف كمان ان القديس لوقا لما في حادثة التجلي، لما موسى وإيليا ظهروا على جبل التجلي، وبيعلق القديس لوقا بيقول وكان يتحدثان عن خروجه. وهنا ربط بين الخروج اللي هو موت المسيح اللي بيتحرر الشعب، اللي هو في سفر الخروج شفنا ان الله حرر الشعب واخرج الشعب من العبودية. العبودية في العهد القديم كانت عبودية مصر لشعب الله، لكن هنا عبودية ابليس اللي بيحررنا منها المسيح بموته، اللي بيؤكدها كاتب الرسالة العبرانيين لما بيقول الذي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، اي ابليس. نعم، فبنشوف حتى يعتق، حتى يحرر، وطبعا يقوم بعملية الفداء اللي هو الشراء بدفع الثمن، بيقدم نفسه ذبيحة عنا. وتأكيدا لكلام حضرتك، باقي النص الكتابي من سفر من رسالة العبرانيين بيتكلم ويكفر عن خطايا الشعب، وبيتكلم كمان عن الألام اللي اجتازها فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. وهنا بيتكلم عن فكرة الموت، وبالموت إبادة لإبليس،
بيتكلم عن التكفير لأنه هو الكفارة بتاعتنا. وخلي بالنا أن الفصح في سفر الخروج كان ده كمان ابتدى يبقى يوم الكفارة اللي هو بيدل على كفارتنا الكاملة في شخص ربنا يسوع المسيح. لكن كمان بنشوف النبوات ويمكن حضرتك لا وهذا اللي عاوز أصله قسيس ثابت لأنه احنا يعني ذكرنا الكتاب يتكلم عن رموز بيتكلم مثلا الحية النحاسية بيتكلم عن خروف الفصح بيتكلم عن الذبايح عن إبراهيم لما قدم ابنه ذبيحة الرب استبدل الذبيحة بكبش مشيرا الله يرى في المستقبل يعني كلها كانت تشير إلى يسوع المسيح. لكن عاوز أصله في هذا الحلقة وخلال العشر دقائق اللي جايين إنه في نبوات لا حصر لها في العهد القديم اللي بتتكلم عن مجيء المسيح، بتتكلم عن المجيء الأول وبتتكلم عن المجيء الثاني وبتتكلم عن رجوع المسيح والمجد يعني العصر الذهبي للكنيسة في المستقبل في مجيء المسيح ثانية. فعاوز يعني أقول في البداية إنه الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد اللي فيه نبوات وتمت هذه النبوات. لا يوجد إطلاقا على الأرض أي كتاب آخر تتكلم عن نبوات لا حصر لها اللي تمت في شخص واحد اللي هو شخص يسوع المسيح. بتتكلم عن ولادته، بتتكلم عن حياته، عن معجزاته، عن طبيعته، عن يعني صفاته. لكن نبوات كتير بتتكلم عن صلب المسيح وبوضوح، يعني مش بغموض، يعني أقصد مش بتكهن أو انخمن، يعني زي واحد بيقول ست يعني اللي في بطنك ولد ولا بنت بتقول له احذر، بيقولها ولد بتقول له لا، فإذا هو بنت، فإذا يعني كأنه حذر، كأنه يعني تكهن أو تنبأ. لكن النبوات شيء مختلف. النبوات يعني في علم الاحتمال استحال أنه تصل للعدد والكم من النبوات تتم في شخص واحد إن لم يكن الله ساهر على كلمته. اللي عاوز أقول أنه في نبوات كتير، لكن اليوم عاوزين نركز على نبوات الصلب. وطبعا أنت وأنا في بنعرف مزمور 22 بيتكلم عن صلب المسيح، إشعياء 53 بيتكلم عن كمان عن موت المسيح وقيامة المسيح بتفصيل دقيق وبإسهاب وعن الغرض من موت المسيح. وطبعا آيات كثيرة إنه الخيانة والنتباع والثمن والطعن وعدم الكسر والظلمة والزلزل وكل هاي نبوات تمت في يوم الصلب. يعني أكثر من 30 نبوة تمت في هذا اليوم عن صلب المسيح. لكن خدنا في رحلة أو في جولة من هذه النبوات بالتحديد اللي بتتكلم عن صلب المسيح. قسيس سيزار، يمكن اختيارك للموضوع فكرة دقة النبوات، مش بس النبوات، لا الدقة والتفصيل. وعلى فكرة احنا ما شفناش نبوات تتم في شخص واحد وعدد النبوات بهذا الكم إلا في شخص ربنا يسوع المسيح. وهتكلم عن بس النهاردة النبوات الخاصة بعملية الصلب والمحاكمة واللي حال حوالين الصلب. فبنشوف الفكرة إيه الناس ليه، ويمكن حضرتك بدأت في البداية ناس كتيرة بتسألك عن الصلب، حتى ناس مسيحيين أو غير مسيحيين بيسألوك على حكاية الصليب. ورغم الأمور واضحة، الفكرة هنا مركزية الصليب. لو في حاجة، لو الصليب ده مش مهم محدش يسأل عنه، لكن لأني في قوة في الصليب وقوة المصلوب اللي هو غفر خطاياي وغفر خطايا جاء عشان يغفر خطايا العالم، عشان كده الناس كلها مهتمة بالقضية دي. حتى اللي بيشككوا في الصلب، هما بيشككوا في الصلب بيحاولوا يثبتوا حاجة. لكن احنا بنشوف ان اولا يعني ابسط حاجة، كتاب العهد القديم، والعهد القديم ينسب الى اليهود، اليهود بيؤمنوا بالعهد القديم. اليهود لا يؤمنوا بمجيء المسيح، لسه منتظرين المسيح هيجي. لكن يعني ما بيأمنوا انه يسوع هو المسيح اللي اجى فهما بيؤمنوا المسيح لسه جاي. فلما تلاقي كمية النبوات في كتابات العهد القديم اللي بيآمن بيها اليهود عن المسيح سواء في ميلاده أو سواء في صلبه، فهنا ما تقدرش غير تقول أنا بشكر ربنا اللي فتح عيني عشان أفهم وأدرك وأتبع هذا العظيم
الله العظيم الذي ظهر في شخص ربنا يسوع المسيح. المسيح هو الله الظاهر في جسد. فعلى سبيل المثال يعني حضرتك لما يجي نبوة ان الرجل اللي هيخونه هيخونه ويحدد المبلغ بتاع الخيانة، نعم، اللي فكرة ان هو يباع بثلاثين من الفضة، وده بنلاقيها في سفر زكريا اصحاح 11 وعدد 12 بيقول كده: فقلت لهم ان حسن في اعينكم فاعطوني اجرتي، فوزنوا اجرتي 30 من الفضة. نيجي نلاقي ان الانجيل بحسب القديس متى 26:14-15 يقول: حينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى يهوذا الاسخريوطي الى رؤساء الكهنة وقال: ماذا تريدون ان تعطوني وانا اسلمه اليكم؟ فجعلوا له 30 من الفضة. خلي بالنا الفارق الزمني بمئات السنين قسيس نزار. نعم. يعني حتى ممكن لو أنا هقدر عملة بعد 200 سنة. وإنه طرح النقود وإنه اشتروا في حقل، ويعني كل هاي كانت موجودة في النبوات في العهد القديم. لكن أنا عاوز أسألك بالتحديد عن مزمور 22، لأنه مزمور 22 فيه وصف دقيق لصلب يسوع المسيح. فيه بيبتدي بفكرة إلهي إلهي لماذا تركتني، نفس الكلمات اللي تكلمها المسيح على الصليب. بيتكلم في نفس المزمور: ثقبوا يدي ورجلي، وهذا الصلب يعني كانت فكرة الصلب مش عند اليهود، كانت عند الرومان. اقتسموا على ثيابي وعلى لباسي يقترعون. يعني كل دي أو كل هاي الأفكار موجودة في مزمور 22. فاعطينا يعني ملخص في هذا الموضوع. بنشوف هنا جسيس زار بتلاقي ان مزمور 22 عدد واحد على سبيل المثال اللي حضرتك ذكرته، لما يقول إلهي إلهي لماذا تركتني، وبنشوف ان ده بيتحقق في متى 27 عدد 46: ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لماذا شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. بنلاقي في نفس مزمور 22 لما بيتكلم: إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب لي، فلا تستجيب في الليل أدعو فلا هدوء لي. ولوقا 22 بيقول: وإذ كان في جهاد كان يصلي بالأجاج وعرقه قطرات دم نازلة على الأرض. فبيتكلم حتى الصلاة نفسها بيذكرها. بنشوف فكرة الاستهزاء اللي يستهزئون به، فكرة على لباس يقترعون. كل الكلام ده وكل النبوات دي جسيس نزار في مزمور 22 اتحققت. حتى فكرة فلينجيه لينقذه لأنه سر به، والشيوخ قالوا: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده. في متى 27، مزمور 29:9-10: لأنك أنت جذبتني من البطن جعلتني مطمئنا على ثدي أمي، عليك ألقيت من الرحم من بطن أمي أنت إلهي. فبيتكلم عن بيتكلم كمان هنا في متى 22 ده بيتكلم فكرة عن الميلاد، بس ده في مزمور 22 برضو. فهنا مزمور 22 بيتكلم تفصيليا عن حياة المسيح، عن موت المسيح، عن قيامة المسيح. بيتكلم كمان قبل كده في سفر المزامير: لن تترك نفسي في الهاوية ولن تضع تقيك يرى فسادا، ومزمور 16. مزمور 16 ومزمور 110 لما بيتكلم: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. وبنشوف كمان الرسول بطرس بيفسر الكلام ده في سفر أعمال الرسل أصحاح 2. الفكرة هنا مزمور 22 أنا ما أعرفش الوضوح اللي فيه يعني يخليك تقول إن ده ما ينطبقش على حد غير على المسيح. شوف، العهد القديم بيتنبأ عن صلب المسيح، العهد الجديد بيتكلم عن صلب المسيح بإسهاب. يوحنا المعمدان تنبأ، يسوع نفسه تنبأ عن صلبه حتى راح للصليب، وأحداث الصلب يعني الدقة اللي موجودة فيها شيء غير عادي، إنه راح هو له السلطان، له سلطان أن يضع وله سلطان أن يأخذ. حتى هو على الصليب يعني نكس رأسه، أسلم الروح، يعني أسلم روحه باختياره، عارف يعني كان سيد كل الأحداث. السؤال اللي عاوز أسألك: ليه الناس بتنكر الصليب؟ والأغرب من هذا كنا بنتكلم أنا وياك،
انه بتستخدم الكتاب المقدس لانكار الصليب اللي يعني حتى تناقض فكره الصليب، يعني جريمه نكراء. في واحد كاتب كتاب اسمه دعوه الحق بين الاسلام والمسيحيه، وفي الكتاب ده واخد رحله في الاول في البدايه، وانا بتكلم الكلام ده يمكن عشان اقول للمشاهد خلي بالك اتاكد من اللي انت بتقراه، لانه واخدك في رحله منهج علمي ومنهج البحث في كام فصل من الفصول، وبعد كده بيتكلم تعال نطبق المنهج ده على سفر المزامير عشان ناكد نشوف هل اللي اتصلب المسيح ولا اللي اتصلب حد غير المسيح اللي هو يهوذا. وبتكلم دايما عن يهوذا، رغم ان على فكره حتى في الاسلام مختلفين مين اللي القى شبهه عليه، حتى العلماء المسلمين مش، لكن هو الرجل حط هدف قدامه انه يثبت ان مزمور 22 وبعض المزامير مش بتتكلم عن المسيح لكن بتتكلم عن يهوذا. حجته ايه فكره ان هو بيتكلم عن عن يهوذا مش عن المسيح؟ طبعا بيقول السيد المسيح نبي عظيم. طبعا احنا بنؤمن ان المسيح هو الله ظهر في الجسد وهو نبي عظيم، وهو يعني نبي عظيم، لكن مش بس كده، يعني دي هي واحدة من وظائف المسيح. هو كاهن، هو نبي لأنه تنبأ عن خراب أورشليم وكان يعلم في سرائر الناس وما في قلوب الناس، ملك ونبي وكاهن. لكن الفكرة هو عايز يقول أنه هو نبي عظيم، ما اختلفناش. لكن بيتكلم مش ممكن نقول على النبي أو النبي يقول عن نفسه في مزمور 22:6 أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. فهنا بيتكلم الراجل ان المسيح مش ممكن يقول عن نفسه كده، او ما يصحش ان احنا ننسب هذا القول للمسيح. الشخص ده لانه ما فهمش الفكر المسيحي. اولا المسيح بيقول عنه الرسول بولس في الرسالة الى فيلبي لما بيتكلم الذي اخلى نفسه اخذا صورة عبد إذ وجد في الهيئة كإنسان وأطاع حتى الموت، موت الصليب. هنا بيتكلم عن إيه؟ المسيح بنفسه هو اللي خد صورة العبد، المسيح بنفسه هو اللي احتمل عاري، مش هو العار، لا هو احتمل العار. فلما يتكلم عار عند البشر، البشر ينظرون إلى الصليب أنه ملعون كل من علق على خشبة. هاي بالنسبة لفكر اليهود طبعا ملعون، لأنه كان الخطية أو العقاب أي خطية كبيرة اللي هي الزنا أو التجديف بالرجم، وبعد الرجم كانوا بيأخذوا الجثة ويعلقوها حتى يقول هذا ملعون من الله. بالضبط، لأنه واحد عمل خطية بيأخذ أجره بيأخذ عقابه، لكن المسيح الذي لم يعمل خطية حسب خطية لأجلي، وتكلم ان هو كمان ارتضى لنفسه ان هو يكون لعنة. اللعنة مش هو لعنة، مش هو ملعون، لا هو خد اللعنة اللي عليا عشان يدفع ثمنها عشان يحررني من اللعنة. هو يرفع الخطية، يعني بحط كل الخطايا البشر كأنه خطية واحدة، وكل اللعنات اللي مذكورة في الكتاب المقدس كأنه لعنة أخذها الرب يسوع، حتى طبعا النال البركة. هو أخذ فقر الإنسان حتى إحنا نستغني بغنى يسوع المسيح، هو أخذ الخطية حتى إحنا النال بر المسيح، حتى الله ينظر إلينا من خلال بر المسيح، كلمة بر يعني حتى نكون أبرار. بالضبط. فهنا بنشوف قسيس نزار ان هو الفكرة انه ما فهمش الفكر المسيحي، فعشان كده قال لك ان لا ده كده مش ممكن نطلق على المسيح ده، مع انه مش فاهم ان المسيح هو اللي ارتضى ان ياخد الطريق ده عشان يخلصني، لان الخطية خاطئة جدا، لان الله القدوس يكره الخطية، لان الخطية تجعل عامل الخطية محتقر عند الناس، مرزول من الله، متروك من الله. عشان كده المسيح مش هو اللي عمل الخطية لكن حمل خطايانا في جسده، عشان كده الشكل يبقى كده، لكن ده هو عمله باختياره الكامل. وحضرتك أكدت على فكرة أسلم الروح. لا، وأشعياء النبي لما تنبأ عن موت المسيح يقول هذه العبارة: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله. يعني الفكرة إنه المسيح جاء لهذا الغرض ولهذا السبب.
فهنا فهنا الفكره نفسها سيستر زار زي ما حضرتك اكدت واكدت من اشاعه واكدت من اكتر مكان ان المسيح اللي حمل الخطيه الشكل بتاع الخطيه هو حمل عار، لان احنا بنعرف ان الكتاب بيتكلمنا ان البر يرفع شان الامه وعار الشعوب الخطيه، فهنا حمل العار بمعنى حمل الخطيه، صار عارا بمعنى انه حمل الخطيه من اجلي ومن اجل كل البشر. لكن المسيح الذي حمل الخطيه وحمل العار عني، بيقول الرسول بولس في فيليبي بيقول كده بعد كده بعد ما هو اتضع واخلى نفسه الكلام ده كله، تجسو ليسوع كل ركبة، لذلك رفعه الله لكي تجسو له كل ركبة. فهنا بنشوف هنا الخطية ما غيرتش المسيح، هو حمل الخطية لكن هو في المكانة بتاعته، المكانة المرموقة بتاعته. لا، والاتفاق كله احنا ندرك انه موت المسيح موت كفاري، موت بديلي، انه يعني اخذ مكاني بدلا بديلا عني، لانه هو الفداء، هو الحمل الكامل بلا خطية بلا دنس، حتى يكون عنده الكفاءة لكي يكون الفادي انه يكفر عن خطايا الناس، وبنفس الوقت يستطيع ان يرضي الله والمطلب العدالة الالهية. بالظبط كده. الحياة الثانية هو بينتقل من مزمور 22 كمان ليروح لمزمور 69، وطبعا واخد المزامير كلها، لكن اكتر حاجة مركز عليها كمان مزمور 29 ومزمور 69 لما بيتكلم ايه؟ لما بيتكلم عن اكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب، مزمور 69:4، فهو بيتكلم عن ازاي يبغضوا المسيح اللي جاي برسالة السلام، رغم ان عنده حتى في القرآن انه بيتكلم عن لما جاء موسى وجاء عيسى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني الناس اللي ما بيحبوش طريق الله وما بيحبوش طريق الهدى بيعملوا ايه؟ بيكرهوا الانبياء. بعدين تسمع لمين؟ للناس اللي عاصرت المسيح، اللي تكلمت عن تتميم هذه النبوات في شخص المسيح، واللي تسمع واحد اليوم بيكتب اي حاجة بدون الدعم بدون السند او الدليل ايضا، هو بيحاول يلوي ذراع الايات عشان يقدر يعمل يوصل للفكره بتاعته. ليه عاوز يعني يلوي ذراع الايات؟ شو الاستفاده؟ قسيس نزار، انا وانت نعرف الكلام ده، اني بدون صلب المسيح لو حد تاني اتصلب مش هيرفع خطيه العالم. هدف الشيطان الاساسي انه يبعد الناس عن مصدر التكفير عن خطاياهم ومصدر الغفران، ومفيش حاجة هنال بيها الغفران إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. هاخد كم نقطة لما يعني ناخد فاصل بعدين نرجع على السريع عشان نبتدي ناخد مكالمات كمان. أوكي. ماشي. طيب أعزائي، طبعا يعني الموضوع كبير بصراحة، وإذا أخذنا آية آية من العهد القديم اللي بتتنبأ عن صلب المسيح نحتاج إلى حلقات كثيرة، لكن اللي احنا بنعمله مع القسيس ثابت هو بمثابة مذاق حتى نقول لا، انه هذا مش يعني مش غريب بل موجود في كلمة الله في الكتاب المقدس. يعني العهد القديم واليهود والأعداء والأصدقاء والحكماء والعلماء واللي قبل واللي ما رفض يسوع كله أجمع على صلب المسيح، فكيف مثلا بعد 600 سنة ممكن تكون آية واحدة اللي بتتكلم أو بتنكر صلب المسيح اللي نبنى عليها عقيدة كاملة، ولا سيما في آيات كتير اللي بتثبت صلب المسيح سواء من القرآن أو من العلم نفسه؟ يعني بعدين إذا واحد شاهد عيان أو أكثر من شاهد عيان شاف صلب المسيح، أيعقل بعد 100 سنة ولا 200 سنة واحد يجي يقول لا مش المسيح اتصلب؟ طبعا اللي عاشوا في أيام المسيح شو بيعتبروا؟ بيعتبروا يعني هذا يعني مرفوض إطلاقا وشيء يعني ساذج إنه حتى نفكر في هذا الشيء، ولا سيما الكم الهائل من الدعم والسند لصلب المسيح في كل صفحات الكتاب المقدس. ابقوا معنا، سأعود بعد قليل. Thank you.
أهلا أعزائي المشاهدين مرة أخرى، أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور، وعم نتكلم عن دقة والتفاصيل صلب المسيح من العهد القديم. أنت تكلمت عن عدة نقاط، أنا ذكرت أن نأخذ فاصل، فمن فضلك تفضل على السريع قسيس ثابت. قسيس زار، كمان أنا عايز بس أأكد على كام حاجة، أن ما ينفعش أن مزمور كمان 69، إحنا تكلمنا عن مزمور 22 اللي بتكلم تفصيليا عن المسيح، مش ممكن يكون حد غير المسيح، لكن كمان مزمور 69 لما بيتكلم لأن غيرة بيتك أكلتني، مش ممكن يكون يهوذا اللي بيقول لأن غيرة بيتك أكلتني، وبنشوف أن التلاميذ فهموا أني ده المسيح، لأنه بيقول تلاميذه أنه مكتوب غيرة بيتك أكلتني، تعيرات معيريك وقعت علي. كمان المسيح لم ير، بنشوف الكلام ده كمان في مزمور 15:3. بنشوف حاجات كتيرة جدا، جسيس نزار 69 عدد 7 لما يقول من أجلك احتملت العار، يهوذا ما احتملش العار عن البشر، المسيح هو اللي احتمل العار نيابة عنا. لما بيقول أما أنا فلك صلاتي في وقت رضا، فمش ممكن يكون يهوذا الخاين لو انت اعتبرته انه ودوده ومش عارف ايه الكلام ده كله، هو اللي يكون بيرضي الله، واللي عمل اللي عمله بيرضي الله. حاجات كتيره جدا انا باخدها بسرعه بس عشان يعني الوقت. هو يعني شخص كتب هذا الكتاب قسيس اللي عاوز اقوله انه خلينا نحكي من كلمه الله، يعني حتى مش عاوز اعطي فرصه لشيء يعني اصلا هو بناقد نفسه فيه، ولا سيما القران بيتكلم عن صلب يسوع المسيح، فما في داعي انه اخذ وقت لشرح هذا الأمر. بس اللي عاوز أقوله أنه يعني في نبوات كثيرة تذكرت عن حتى خيانة يهوذا، في آيات واضحة بتتكلم أنه واحد من أصدقاء يسوع المسيح، من اللي كانوا معاه، من اللي أكلوا معاه، رفع عقبه على يسوع المسيح وتمت النبوة. بيتكلم العهد الجديد يعني بيشير إلى هذه النبوة من العهد القديم، بيتكلم يعني لما كان على الصليب لأنه كان دخول السبت العظيم، كان عيد الفصح، فقبل الفصح لازم ينهوا الأمر، فكسروا رجلين اللصوص اللي كانوا على الصلبان عن اليمين واليسار، لكن لما أجوا عند يسوع كان خلاص أسلم الروح، فالجند طعن يسوع المسيح في الحربة فنزل دم وماء. فالنبي زكريا بيتكلم عن الذين طعنوا، يعني بيتكلم عن طعن المسيح بالزبط. هل في أكثر من هيك تدقيق أو تفصيل؟ ده هو بيتكلم كمان، يمكن حضرتك ذكرت قبل كده ودي موجودة في زكريا 11:13 اللي هو ذكر اسم الحقل بنفس الحكاية اللي هو ألقاها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي سمنوني به، فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري. فهنا ده بيتكلم زكريا، وده اللي حصل في الإنجيل بحسب متى 27:3-8 أن يهوذا بعد المسيح ما اتصلب راح وخد ورمى لهم 30 من الفضة وقال لهم أن أنا أسلمت دما بريء وانتحر. وبعد كده هم مرضوش ياخدوا الفلوس دي لأنهم خلاص واحد خد التمن دي مش فلوسنا، فراحوا اشتروا بيها الحقل وسموه حقل دم. وبعض الناس بيقول لك لا ده في مكان بيقول لك ان الحقل ده اشتراه يهوذا، وفي ناس يقول لك اشتروه الكهنه، لا هو اللي اشتروه الكهنه بفلوس يهوذا، فعشان كده ممكن يسمى اليوم موجود الحقل بين وادي هنم ووادي قدرون في الوادي يعني قريب من سلوام في القدس، يعني حتى تاريخيا معروف المكان، يعني مش شيء غامض بالضبط. وكمان مزمور 22 من 16-17 بيقول أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار، اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي، يعني حتى الثقب يعني كان ممكن يصلب من غير كده يعني، فحتى ثقب الإيدين والرجلين، أحصي كل عظام وهم ينظرون. فهنا بنشوف الكلام ده موجود في الإنجيل بحسب القديس مرقس من 16-20 بنفس التفاصيل، فمضى به العسكر إلى داخل الدار وجمع كل الكتيبة وألبسوه أرجوانا وضفروا أكليلا من الشوك وضعوه عليه وابتدوا يسلمون عليه قائلين السلام يا ملك اليهود، وكانوا يضربونه على رأسه بقاء أصبة ويبصقون عليه ثم يسجدون له جثين على ركبهم. وبعدما استأذوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابا ثم خرجوا به ليصلبوه. إشاعية زي ما حضرتك ذكرت، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلاما عليه وبحبره شفينا. وبيتكلم في مزمور 129:3 على ظهري حرس الحراس طولوا أتلامهم،
وبنشوف الكلام ده موجود في إنجيل بحسب القديس لوقا 22، بيقول والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه تنبأ من هو الذي ضربك. يعني وهكذا آيات وآيات قسيس ثابت. اللي عاوز أقول كمان إنه من مزمور 22 هاي نبوة كانت قبل 1000 سنة، 1000 سنة، وثقبوا يدي ورجلي، ما كانش حتى الرومان موجودين، لأنه الصلب بثقب الإيدين يعني بالمسامير، استخدام المسامير، هذه كانت طريقة وفكرة رومانية. يمكن في القديم الفرس استخدموا شيء مشابه، لكن كان بتعليق الإنسان على الشجر، لكن فكرة الثقب يعني يستخدم المسامير في صلب المجرم، هذه تمت في شخص يسوع المسيح اللي قيلت عنه نبوة 1000 سنة، 1000 سنة. والكلام إلهي إلهي لماذا تركتني، وعلى لباس يقترعني، يعني حتى الحراس عم بيقترعوا على اللباس، على لباس الرب يسوع. هل في أكثر من هيك؟ والكتاب المقدس على فكرة واضح، يعني إذا تقول لي المخطوطات، لا، اكتشفوا مخطوطة قمران اللي هي طبعا بعود تاريخها مش أقل من 150 سنة قبل الميلاد، وكل هاي النبوات موجودة في هذه المخطوطات، يعني ما أجتش من فبركة إنسان أو كلام أي إنسان. الكلمة الأخيرة لك، تفضل. قسيس زارة، يعني حتى فكرة العطش، يعني مثلا لما يجي جاب ليها فترة طويلة من الوقت لما يتكلم عن إن هو وفي عطشي يسقونني خلا، مزمور 69 عدد 21. يعني تخيل النبي داود قبل المسيح بمئات السنين، وقبل الصلب بمئات يعني 10 يعني 1000 سنة، فهنا بنشوف وإشاعية 800 سنة، 700 سنة أو 700 سنة، فبنشوف الفكرة كلها. يقول له حتى الشراب اللي يسقوه له على الصليب خل، يعني ويتأكد الكلام ده ويشرب خل. يعني الفكرة إيه؟ التفاصيل الدقيقة، يعني مش بس هو قال لك ده واحد هيتصلب، هيجي ويتصلب، وكان حكم الإعدام بالصلب في الوقت ده كنا قلنا أنه بيخمن، لكن حتى الحكم ده ما كانش موجود بنفس الطريقة اللي اتعامل بها الرومان، وما كانش حد يعرف أن في الوقت ده أن الرومان هم اللي هيحتلوا المكان ده، يعني كل الكلام ده ما كانش موجود، والنبي بيتنبأ عن كل الأحداث دي بدقة وتفاصيل في كاملة، ظروف متباعدة، في أزمن متباعدة، في أماكن مختلفة، وكل واحد بيصور شخص يسوع من ناحية من جهة. والذين تنبأوا، اللي تنبأوا دول كلهم ما كانوش موجودين وقت الصلب، إن يشرحوا الأحداث بتفصيل، وهم غابوا عن المشهد قبل الصلب بمئات السنين. فبنشوف إن ده بيوريك، يعني أنا وأنا مجرى الكلام ده وبشوف الكلام ده، أنا بشعر كده، بقول أنا بشكرك يا رب لأني أنا مسيحي، بشكرك لأنك أنت ما سبتنيش أتخبط، أنا مش لاقي حاجة ولا سند يسند لي أن الكلمة بتاعتك كلمة الله. في ناس كتيرة عندهم كتب بيخدعوا نفسهم أنها كلمة الله، لكن ما عندهمش سند يقول أنها كلمة الله، حتى متناقض داخل نفسه. لكن الانسجام الكامل، التفاصيل الدقيقة عن صلب المسيح، الهدف من الصلب أنه هو يفديني أنا كبشر، تتكلم عنه من التكوين لسفر الرؤية بالضبط، يعني ده بيخليني بقول يا رب أنا بشكرك لأنك أنت اديتني الفرصة أن أنا أتبعك. حتى في سفر رؤيا بيتكلم عن الخروف المذبوح، يعني الفكرة في كل صفحات الكتاب المقدس. قسيس، يمكن بعد معنا وقت قليل خليني أخذ أكم مكالمة، خليني أبتدي بأبو مهند. أبو مهند تفضل أنت معنا على الهواء، تفضل أنت معنا على الهواء أبو مهند، تفضل أبو مهند أنت معنا على الهواء. مساء الخير. مساء الخيرات، اهلا ابو مهند، تفضل. تحيه محبه للاخ نزار شاهين والقس ثابت المجلي، اهلا وسهلا فيك. شكرا. مداخلتي تقول كنت مديونا على يدين العظيم، وجاء احد الاغنياء ووصى عني هذا الدين، كنت اسير في سفينه تتلاطم فيها الامواج، وجاء رجل ذو شهامة ومروءة فأنقذني من هذه الأمواج المتلاطمة في حياتي. كان مكتوب علي الموت، كان مكتوب علي الموت، فجاء شخص وقدم نفسه بدلا مني لينقذني
وأعطاني أن أدعو أن أدعى باسمه. أليس هو المسيح هو ذلك الغني الكريم الذي طأطأ السماوات وانحدر إلى الأرض ووفى عني ذلك الدين العظيم؟ أليس هو المسيح أبو محمد؟ الصوت عم بروح. أليس هو ذلك الشخص الذي أنقذني من لجة الحياة ومن هذه الأموال التي تتراكم حولي؟ أليس هو ذلك المسيح هو الذي أنقذني؟ أليس هو الأب الرؤوف والأب الحنون الذي كان محكوما علي بالموت فجاء وخلصني؟ إذن ما المطلوب مني؟ المطلوب أن أقدم له هذه المحبة، محبة عظيمة، أحبني وأنقذني من كل شيء. فأي محبة يجب علي أن أقدم لله الذي خلصني وأعطاني محبته هذه المحبة؟ آمين الله. أبو مهند، آمين آمين، شكرا جزيلا، شكرا كثير لك يا أبو مهند، وربنا يباركك ويعطيك الصحة ويعطيك القوة أيضا. خليني أخذ كمان مكالمة من عباس، عباس من الكويت. أهلا وسهلا أخوي عباس، برحب فيك في البرنامج، تفضل عباس، أنت معنا على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام يا أخ عباس، تفضل حبيبي. يعطيك العافية، رحمة الله عليك أستاذي، ربنا يباركك. أهلا وسهلا فيك أخوي عباس، ربي يباركك. تفضل أخ عباس. أخوي ذات كرم، يوم الصوم يوم عزاء من يوم الصوم يوم عزاء للعالم، لهذا الإنسان العظيم الذي ضحى بنفسه للعالم، ضحى بنفسه للعالم. أي إنسان أخوي، أي إنسان لا يحب المسيح عليه السلام من كل قلبه قد ظلم نفسه، إذا ما يحب المسيح عليه السلام من كل قلبه ظلم نفسه. وأنا بدو حجرين اللي ما يقرون الإنجيل والتوراة، من لم يقرأ الإنجيل أو التوراة قد أخرج نفسه من دائرة القرآن، من لم يقرأ الإنجيل والتوراة قد أخرج نفسه من دائرة القرآن الكريم من عبادة الله عز وجل، ويكون شنون عاصيا لله عز وجل، هذه واحدة. ويدخل في دائرة الإبليس ويكون أحد الشياطين الذين ينفذون أوامر الإبليس. إنه ما يقرأ، لأن التأكيد على هذا الكلام سورة الشورى آية 15 النساء 137، البقرة شفنا أول الصورة ثانيا. الله عز وجل هل ترك المسيح؟ الله عز وجل سؤالني، هل الله عز وجل ترك المسيح؟ لا ومليون لا، لا ومليون لا. الله عز وجل لم يترك المسيح. ليش لم يترك المسيح الله عز وجل؟ لأن شوف لو طالع اسمه يسوع، اسمه العظيم، اسمه عجيب، اسم عجيب، لو الناس تمسك وتنادي اليسوع هم ربحانين، ما ينادي هو خسران، حي باقي موجود. وشوف الناس في شمال رقمك 177 اليسوع، شوف اسمه بالترجمة الثانية، وهو الله الواحد الأحد، وهو الله الواحد الأحد. يقول يا يسوع أصير هو، وهو الله الواحد الأحد، اسم عجيب. يعني أنا بشكرك أخوي عباس، أنا بشكرك من كل قلبي. يسوع عليه السلام حي يرزق، أي واحد ينادي ينجا موجود، ينجا بأي لحظة. يصدقون الناس خير الكلام ما قل وجل، يرزقهم الله عز وجل. شكرا كثير أخ عباس، حبيبي عباس. عباس أنا بشكرك من كل قلبي، شكرا كتير كتير على هاي المداخلة الحلوة وعلى الشهادة القوية، ربي يباركك، ربي يباركك، كلمات قوية جدا ذكرها أخوي عباس من الكويت. تفضل قصيص. نحن بصلي كمان من الأخ عباس إن هو يعرف المسيح كمخلص ورب ومخلص لي،
لانه يعني احنا عارفين حضرتك عارف ده يعني اني ان احنا نعرف معلومات مش هو ده الهدف، لكن المعلومة دي ان هي الله يغير طبعًا قلبنا طبعا، لكن هو ذكر صلب المسيح وذكر فداء المسيح وذكر انه ألوهية المسيح، وهذا طبعا يعني اعتراف كبير اكيد. يعني الله بيتعامل مع اخوي عباس بهذه الكلمات القوية اللي بيذكرها على الشاشة امام الملايين. بالضبط. طبعا احنا هدف وكلنا هدفنا جسيس نزار، ولان احنا بنحب الناس وبنحب طبعًا كل واحد طبعًا حتى بعيد عن المسيح طبعًا انه يجي ويختبر. نعم. ويستفيد من العمل العظيم اللي عمله المسيح على الصليب، اللي بنشوف النبوات بتتنبأ تفصيليا، حتى فكرة يعني لسه انت حضرتك اتكلمت عن فكرة الطعن بالحربة في جنبه. دي في نبوة عن ان هو في زكريا 12 10 بيقول ينظرون الى الذين طعنوه وينحون عليك نائح على وحيد له ويكونون في مرارة. بتشوف ده بيتحقق لما جام ينزلوه من على الصليب، اتكسروا عظام الكل ما عدا المسيح، لان في نبوة ان مفيش عظمة واحدة لا تنكسر. فطعنوه بالحرب عشان يشوفوا اذا كان مات، ولقوا المسيح مات لانه خرج دم وما. بنشوف الكلام ده في يوحنا 19:34، فكرة يموت بين اشرار او يصلب بين اشرار. وغير كده بعد كده بنشوف ان حتى فكرة ان غني هو اللي ياخده موجود كده في إشعياء 53:9، وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. وبنشوف الكلام ده في الإنجيل بحسب متى الأصح 27:38 وكمان عدد 57 وعدد 60، حينئذ صلب مع لصان واحد عن اليمين وواحد عن اليسار. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذ ليسوع، فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطي الجسد، فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخر. فهنا بنشوف التفاصيل الدقيقة. يمكن كمان جسيس نزار أنا هاخد حاجة يعني مشهد من عند المحكمة من محاكمة المسيح. بطرس بيقول للمسيح حاشاك يا رب أن تصلب، والرب يسوع بينتهره وبيقول له بك شيطان. لكن بطرس قال له كمان حاجة، قال له لو كل الناس سبتك لو تركك الجميع أنا مستعد أن أموت معك. بطرس الشهامة بتاعته ظهرت في بستان جسماني، طبعا الشهامة البشرية. أيوة. ولما استل سيفه وقطع أذن عبد رئيس الكهنة، المسيح شفى لأنه جاي يقتل بالسيف، المسيح جاي يشفي، يشفيني من الخطية ويشفيني من كل أمراضي. لكن بنشوف بطرس عند المحاكمة لما بتيجي جارية بتسأله، فبتقول له أنت تابعه، أنت لغتك تشبهه، فابتدى بطرس ينكر ويسب ويلعن. والمسيح كان قال لبطرس لما قال له لو أنكرك الجميع أنا مستعد أموت معاك، قال له قبل ما يصيح الديك هتنكرني 3 مرات. لكن مش هو ده المشهد اللي أنا عايز أقف عنده، لكن أنا عايز أقف عند المشهد بتاع بطرس في سفر أعمال الرسل أمام رؤساء اليهود، لما يقول لهم هذا الذي أخذتموه بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثما صلبتموه. السؤال كان مكانة بطرس إيه، أو مركز بطرس إيه، أو سلطة بطرس إيه أنه يواجه رؤساء اليهود في الوقت ده لو هو مش متأكد من صلب المسيح وقيامته؟ شاهد عيان. هيحط نفسه ليه في الموقف ده قدام اليهود؟ ومش بطرس يعني احنا عارفينه انه الشخص الشجاع واللي ما حدش بيقدر يعمل عنه حاجة، لكن احنا شايفينه قدام جارية من الخوف انكر، لانه الرب يسوع تعامل معاه ورد اعتباره ايضا وظهر له. وبعدين بطرس امتلأ من الروح القدس في يوم 50 اللي هو يوم الكنيسة وعيد ميلاد الكنيسة، وخرج يتكلم بكل جهارة بقوة هذا الانجيل. أخذ كمان مكالمة من نهال من إنجلترا. أهلا وسهلا أخت نهال، أنت معانا على الهواء، تفضلي أخت نهال. نهال أنت معانا على الهواء، تفضلي. الأخت نهال من إنجلترا، أنت معانا على الهواء، تفضلي. ألو مساء الخير يا حضرة القسيس. مساء الخيرات، تفضلي أخت نهال. أهلا وسهلا، ربنا يبارككم.
طبعا اكبر قضيه انجاز التعبير ابليس مكرس لها وقت هو وجنوده هي قضيه الصليب. ليه؟ لان بالصليب تم الخلاص. فلو تخيلنا ان في مملكتين، مملكه ابليس ومملكه الله، الاثنين ضد بعض، فطبعا ابليس عايز كتاجر شاطر عايز ياخد كل الناس لمملكته، وزي ما الكتاب بيقول ده لو عرفوا لما طلبوا رب المجد. فانا بحط تساؤل، مجرد تساؤل لاخواتي المسلمين، لو الصليب ده، لو اللي كان على الصليب هو يهوذا، يعني ده فعلا انا بصف الله بصفه خطيره انه مخادع، بيحط صوره حد على حد تاني. فده هل ده بيتماشى مع اسماء الله انه خير الماكرين؟ مجرد تساؤل يعني. دقه الوحي يا اسيس نزار ويا اسيس ثابت، في عايز اقول حتتين مهمين قوي، مش بس انه في المزامير نبوات عن الصلب، لا ده الدقه بتقولي انه في استهزاء هيحصل في الصلب، وده كان في المزمور بتاع 22 بيقول كل الذين يرونني يستهزئون بي ويبغرون الشفاء قائلين، وده يعني قبل داوود ده قال الكلام ده 1000 سنة، قائلين اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به، وده تم لما قال خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله، يعني منتهى الاستهزاء. والنبوة الثانية اللي فعلا فيها دقة رائعة إنه حتى اللي ادهوله على الصليب الخل مذكور في مزمور 69 بيقول يجعلون في طعامي على القمل وفي عطشي يسقونني خلا، يعني اتمام النمو بمنتهى دقه وقت الاستهزاء او في نوعيه الشيء اللي بيقوله. فانا مش شايفه اكتر من كده بصراحه. الواحد بيقول اتمام النبوات. عندي سؤال لو تسمح في رسالة يهوذا، وده سؤال بيجينا في آية بتقول أيها الأحباء إذ كنت أدع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة. دلوقتي إحنا بنقول بالصليب تم الخلاص، إيه المقصود بكلمة الخلاص المشترك في الآية دي؟ وربنا يبارككم. يعني خلاص الله كامل، لا حاجة له لأي تبديل أو تعديل أو تكميل. فالخلاص اللي بيتكلم عنه هو خلاص المشترك، يعني المقصود أنه هذا الخلاص للجميع، خلاص لليهود، خلاص للأمم. وهذا الخلاص وهذا الإيمان سلم طبعا للقديسين للكنيسة أنه تتكلم عن نفس رسالة المشتركة، رسالة هذا الخلاص. فيهوذا بشجع هذه الرسالة محاربا البدع اللي كانت منتشرة في أيامه، وبعدين بيختم في من آية 20 على ما أعتقد بقول ابنوا إيمانكم على الإيمان الأقدس، وبيتكلم عن مختطفين من النار. يعني بيتكلم الخلاص تم والخلاص مشترك والخلاص متفق عليه والطريقة كمان متفق عليها. فاللي بقي على التلاميذ والناس انه يختطفوا من النار، يعني ينقذوا الناس من الموت المحتم بسبب الخطية ويأتوا به الى معرفة الخلاص. هذا الخلاص الكامل هو من خلال صلب وموت وقيامة يسوع المسيح. هذا اللي بنسميه رسالة الانجيل بحسب كورنثوس الاولى اصحاح 15 عندما قال اعرفكم بالانجيل الذي به ايضا تخلصون، أن المسيح يعني أسلم طبعا، مات حسب الكتب، قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وهكذا هي الرسالة الكاملة يا أختي النهال. فهذا الخلاص المشترك أو التعليم المشترك المتفق عليه بين المؤمنين لمحاربة البدع اللي كانت تنكر أن المسيح جاء في الجسد. ربي يباركك، أهلين بك، شكرا كتير. تفضل إذا في عندك أي إضافة. لا لا، أنا تأكيدا لكلامك حضرتك، أنت شرحت الرسالة بوضوح رائع يعني. فكمان تأكيدا لكلامك في عدد 5 بيقول فأريد أن أذكركم ولو علمتم، بعد ما تكلم عن الخلاص المشترك هذا مرة، أن الرب بعد ما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا. وهنا بيحارب بدع بتتكلم، لأنه دخل خرس أناس قد
كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة فجار يحولون نعمة الله إلى الدعارة. فأنت ما تروحش تسلك لده، لكن الخلاص اللي هو احنا خدناه والخلاص اللي هو متاح للكل، وحضرتك ذكرت ده كمشترك. جزء من البدع اللي كانت منتشرة منها حتى بدعة النيكولويين والغنوصية، انه كل جسد او كل مادة هو شر، فكون ان المسيح يجي كجسد حاشا، لانه المادة شر. فبعض هذه التعليم اللي كانت تروج، طالما انه الجسد مادة وشر، الله بيتعامل مع الروح، فأنت افعل ما تشاء، يعني افرح وكل وانبسط في حياتك. فبقول حول النعمة إلى الدعارة. بالضبط هاي الفكرة. طيب احنا عنا يمكن دقيق أو دقيقتين، فعاوز الكلمة الأخيرة إليك، تفضل قسيس. الكلمة الأخيرة قسيس زار، أنا أولا بقول أني يمكن اتذكر أكثر من مرة أن الشيطان ضد الصليب، ويمكن ربنا إدى لحضرتك نعمة وحكمة انك تختار موضوعات وحلقات كتيرة يمكن كانت ورا بعض عن الصليب، عشان يؤكد انه ده مركز المسيحية والمحور بتاع المسيحية، واي رسالة تخلو من الحديث عن صليب المسيح الذي به نلنا الفداء ما تبقاش رسالة مسيحية. فانا عايز اقول لكل مشاهد، الشيطان بيحاول يشككنا في الصليب لانه مش عايز خلاصنا، الشيطان عايز هلكنا، وبيحاول يشكك إخواتنا اللي احنا بنصلي من أجلهم من ربنا يفتح عينيهم ويشوفوا ان الكفارة والفداء والغفران والحياة الأبدية فقط من خلال صليب ربنا يسوع المسيح الذي مات من أجلنا ليعطينا الحياة. فأنا بصلي من أجل كل واحد أن ينعم بالحياة الأبدية بقبول عمل المسيح الكفاري على الصليب. وطبعا بصلي أن الروح القدس، لأن ما حدش يقدر يقول يسوع الرب إلا بالروح القدس، أن يسوع الروح القدس يعمل في قلوبنا ويعد قلوبنا حتى يؤهيهنا لننال هذا الخلاص. وأنا بشكرك قسيس ثابت. عاوز أقول بس أنه الصليب يظهر لنا محبة الله من ناحية، ويظهر لنا عدالة الله من ناحية أخرى، والصليب أيضا يظهر بشاعة وفظاعة وشناعة الخطية. فما في أي علاج للخطية سوى صليب المسيح، لأنه مكتوب أجرة الخطية هي موت. فأي شيء غير هذا بكون إهانة. شو كيف ممكن تقدم لله ذبايح، بر، أعمال صالحة، أي شيء آخر ممكن تقدمه لله تعتبر إهانة، لأنه الخطية هي إهانة مباشرة موجهة ضد الله القدوس وضد الإله الغير محدود. أنا بدعوك اليوم إنك تفتح عينيك وذهنك وتصلي، تقول يا رب ارحمني، يا رب افتح ذهني وافتح عيني على حقيقة الصليب. ولأنه مكتوب يعني فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. يمكن أنت ما بتعرف عن رسالة الصليب بسبب الجهل، يمكن ما بتعرف عن رسالة الصليب لأنه كل حياتك عم بغزوك معلومات خاطئة. اليوم ادرك أنه رسالة الصليب هي رسالة الخلاص، رسالة الصليب هي رسالة المحبة، رسالة الصليب هي رسالة التضحية، رسالة الصليب هي رسالة يسوع المسيح الذي قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. وأن هذه الحنطة التي سقطت في الأرض وماتت لابد أن تنتج وتزهر ثمر كثير حتى إيش؟ يكون في بركة من خلال موت المسيح. فالرب أعطانا الفداء والغفران والقداسة والدخول إلى محضره، بل الدخول إلى السماء أيضا. أنا بدعوك اليوم أنك تسلم حياتك ليسوع المسيح. خلينا نسمع منك. الرب يباركك.